كده احنا جاهزين ان احنا نجرب البوليسي بتاعتنا ونتأكد ان هي شغالة بالشكل السليم. فهروح على الكنترولرز، هقول له اد كنترولر، هسميه مثلا برودكتس، وبعد كده هعمل فيو او هزود فيو عندي للاندكس اكشن ده، سميه برضو اندكس. وبما اني محتاج استخدم الاوثورايزيشن سيرفيس فانا محتاج اعمل لها انجكت في الفيو بتاعي، وطبعا ممكن اصلا تستخدمها من الاكشن نفسه، لكن اختصارا للوقت ممكن نعمل لها انجكت هنا. فهقول له انجكت اي اوثورايزيشن سيرفيس وهسميها برضو اوثورايزيشن سيرفيس، فممكن اخد الاسم ده كده كوبي بيست. وطبعا الايرور ده لان احنا مش عاملين يوزنج في الامبورتس بتاعتنا، او ممكن نعمل اليوزنج بتاعنا هنا برضو مفيش مشكله، لكن خلينا نعمله في الامبورتس. هاجي هنا اقول له ات يوزنج مايكروسوفت دوت اي اس بي نت كور دوت اوثورايزيشن، وبالتالي لو رجعت مره تانية هنا هتلاحظ ان الايرور بتاعنا اختفى. بعد كده انا هحتاج استخدم الكونست فولدر بتاعنا، وهقول لكم ليه دلوقتي حالا. فاقول له يوزنج اسم الابلكيشن دوت كونستس، وممكن طبعا نريموف السيمي كولونز دي مش محتاجينها، ممكن نشيلها. هعمل بعد كده تايتل للفيو بتاعي، فاقول له فيو داتا، وفي التايتل هتبقى اسمها مثلا برودكتس، وبعد كده مثلا ممكن نعمل هيدنج، فهقول له مثلا مانج برودكتس، وبعديه اعمل اتش ار علشان يفصل عن الجزء اللي بعده. وتعالى نزود بوتون لكل بيرميشن من الاربعه بيرميشنز اللي ممكن يكونوا موجودين مع الموديول بتاع البرودكتس، اللي هم الفيو والاديت والكرييت والديليت. فهاجي هنا اقول له اف ان الاوثورايزيشن سيرفيس دي هبتدي استخدمها، اقول له دوت اوثورايز اسينك، ودي هتاخد منك اليوزر اللي هو عامل لوج ان حاليا على الابلكيشن، وبعد كده بحتاج ابعت له اسم البوليسي. فبدل ما نكتب اسم البوليسي هنا كسترنج تاني ونرجع لما نروح على الكنترولر او الاكشن بتاعنا نحتاج نكتبه تاني بايدينا، فخلينا بقى نضيفه ككونست بالشكل المظبوط. فهروح على البيرميشنز كلاس بتاعي وهزود هنا جواه كلاس تاني، هقول له بابليك ستاتيك كلاس، هسميه مثلا برودكتس، وبعد كده محتاج ان يكون عندي فور سترينجز لكل اسم من اسماء البيرميشنز اللي هتكون موجوده. وبما ان احنا عندنا 3 موديولز دلوقتي اللي هم برودكتس وستوك والكاتيجوريز، فانت محتاج كلاس لكل واحد منهم، لكن خلينا دلوقتي نعمل اكزامبل على برودكتس وبس. فهاجي هنا اقول له بابليك كونست سترينج ده مثلا فيو، فده هيكوال عندك بيرميشنز دوت برودكتس دوت فيو. خلينا نكرره تاني بحيث انه يكون موجود عندنا 4 مرات، كرييت كرييت، وهنا اديت، وهنا ديليت، وناخد دول كده زي ما هما نضيفهم الناحية التانية بحيث نقدر نستخدمهم بدل ما نكتب اساميهم في كل مرة بالشكل ده. هرجع مرة تانية على الفيو بتاعي، خلاص انا كده اقدر استخدم الكونست ديت. فهاجي هنا اقول له permissions dot products dot مثلا view، وبما ان دي asynchronous method فهقول له dot result dot succeeded. ففي حالة زي كده لو اليوزر ده فعلا موجود له البيرميشن بتاع برودكتس فيو هترجع لك ترو. طيب لو رجعت ترو هعمل ايه؟ ممكن اظهر له بس مجرد بوتون، خلينا نرجع الكود ده ورا كده. فهقول له هنا انكر تاج، مش هدي له اي حاجه غير ان انا هقول له كلاس بي تي ان بي تي ان داش مثلا برايمري، واقول له هنا فيو، واخد ده كرره 3 مرات كمان، لكن خلينا بقى نغير دي، بدل ما هي فيو هخليها كرييت، وهنا نكتب برضو كرييت. ممكن كمان نغير لون البوتون بحيث يبقى مميز، هخليه مثلا سكندري. بعد كده هنا اديت مثلا، وهنا ديليت، خلي ديليت مثلا دينجر، ومحتاج هنا برضو اكتب ديليت، وهنا اديت مكان الفيو، وهنا مثلا ممكن نخلي ده سكسس. وتعالى نروح على الابلكيشن بتاعنا نعمل ريفرش ونشوف ايه اللي بيحصل. هاجي هنا كده ريفرش، وهروح على البرودكتس، طبعا ممكن نزود لها لينك هنا برضو مفيش مشكله. ظهروا عندي الاربعه بوتونز لاني اليوزر اللي موجود حاليا اللي انا عامل بيه لوج ان اللي هو السوبر يوزر واخد فعلا الفور بيرميشنز. طبعا اللون ده اسود لان هنا مفيش اتش ريف، فممكن نقول له بس اتش ريف كده فاضيه عشان بس نخلي شكلها افضل شويه، نعمل كده
ونرفرش مرة تانية كده، شكل البوتن بتاعنا بقت مظبوطة. طيب خلينا نفتح براوزر تاني ونجرب نعمل لوج ان بيوزر تاني من اليوزرز اللي موجودين في الابليكيشن. انا كده عملت لوج ان على براوزر تاني باليوزر اللي هو اسمه بيزك يوزر، ولو رحت على برودكتس هتلاحظ برضو ان ظاهر عنده الفور بوتونز، لان احنا عندنا البيزك يوزر ده موجود في الرولز اللي اسمها برضو بيزك، ولو دخلت هنا هتلاحظ ان هي برضو واخده الاربعة. طيب خلينا مثلا نريموف منها الديليت والايديت ونعمل سيف، كده هو بقى موجود في رول المفروض ان هي ما تشوفش غير الفيو والكرييت اللي هما اول تو بوتونز. لو عملنا ريفرش دلوقتي هتلاحظ ان مفيش اي اختلاف حصل. لازم اعمل لوج اوت واعمل لوج ان تاني واروح تاني على برودكتس، هتلاحظ كده ان هو بقى ظاهر عنده بس الفيو والكرييت. طيب خلينا نرجع تاني على الابليكيشن ونعمل مثلا اكشن اسمه ايديت، فهاجي هنا كده واقول له بابليك اي اكشن ريزلت وهقول له مثلا ايديت، وده مجرد ان هو برده هيرترن فيو اسمه ايديت، واعمل هنا اقول له اد فيو سميه ايديت. وخلينا نشيل الكود ده خالص ونحط بس باراجراف او نضيف بس باراجراف هيقول له مثلا هلو فروم ايديت فيو، وارجع تاني على الاندكس بدل ما الايديت ده ما بيروحش على اي مكان هشيل ديت واقول له اس بي داش اكشن، روح على الاكشن اللي اسمه ايديت. وخلينا نرجع نرفرش الابلكيشن بتاعنا ونروح على ايديت، هتلاحظ هو فعلا هلو فروم ايديت فيو. طب لو خدت اللينك ده من هنا كده هو مش ظاهر قدام اليوزر بتاع البيزك يوزر لان المفروض ان هو ما يدخلش على الايديت، لكن لو خدت اللينك وعملته بيست كده هتلاحظ ان هو قدر ان هو ياكسس الاكشن بتاع الايديت. طب ليه قدر ياكسسه؟ لان مفيش اي بوليسي موجوده على ال اكشن اللي اسمه ايديت، مفيش اي حاجه هنا بتمنعه ان هو يستخدمه. طيب ازاي بقى امنع اليوزر اللي هو ما عندوش البيرميشن بتاع الايديت انه يوصل للاكشن ده، وهو ده الهدف بتاعنا اصلا من اول فيديو؟ الموضوع بسيط جدا، هاجي هنا اقول له اوثورايز وهعمل يوزنج، وبدل هنا ما كنت بقول له رولز ايكوال واديله اسم الرول، لا هديله اسم البوليسي، وعلشان كده قلنا نعمل احسن كونست بحيث نقدر نستخدمه هنا ما اديهوش هنا كماجيك سترينج. فاجي كده اقول له بيرميشنز دوت برودكتس دوت ايديت، وبالتالي الرولز بس اللي معاها الكليم ده هي اللي هتقدر تاكسس الفيو اللي اسمه ايديت او الاكشن اللي اسمه ايديت. خلينا نرجع مره ثانيه على الابلكيشن ونجرب نرفرش مع السوبر ادمن ومع البيزك يوزر. هرجع على السوبر ادمن وريفرش، زي ما احنا شايفين هو ستيل قادر ياكسسه، لكن لو رحنا على البيزك يوزر وعملنا ريفرش مره ثانيه هتلاحظ كده ان هو مش قادر ان هو ياكسس الاكشن اللي اسمه ايديت، علشان احنا حطينا عليه البوليسي بتاعتنا اللي هي اسمها بيرميشنز دوت برودكتس دوت ايديت، وهو ما عندوش في الكليمز بتاعته الكليم بتاع الايديت. طيب خلينا نرجع مره ثانيه للادمن يوزر ونروح على مانج رولز ونقول له بيزك ونزود له مره ثانيه الايديت ونعمل سيف، ونجرب نروح مره ثانيه على الايديت اكشن ونشوف ايه اللي هيحصل مع البيزك يوزر. هتلاحظ ان هو ستيل مديك اكسس دينايد، مع ان احنا زودناه هنا للرول بتاعت البيزك ان هي تقدر تعمل ايديت، لكن ستيل اليوزر بتاعك مش قادر ياكسسه. لو عمل لوج اوت وعمل لوج ان تاني وحاول يروح على برودكتس ايديت كده بقى قادر ياكسسها. طيب ازاي اقدر ان انا اعمل حاجه زي كده او ان انا ريفرش حاجه زي كده من غير ما الاند يوزر بتاعي يحتاج ان هو يعمل لوج اوت ولوج ان مره تانيه؟ هروح على الابلكيشن بتاعي واروح على الستارت اب كلاس واجي على السيرفيسز بتاعتي واقول له سيرفيسز دوت كونفيجر سكيورتي ستامب فاليديشن اوبشنز، وهاجي هنا اقول له اوبشنز جوز تو اوبجكت، خلينا بس نظبط الكود بتاعنا كده في سطر تاني، وهاجي هنا اقول له اوبشنز دوت فاليديشن انترفال هت ايكوال تايم سبان، اعمل يوزنج للسيستم دوت زيرو. تعالى كده نريفرش مره تانيه ونشوف ايه التغيير اللي حصل. هرجع تاني للبيزك يوزر بتاعي واروح على برودكتس، هو دلوقتي المفروض معاه الفيو والكرييت والايديت، ولو حاول ياكسس الايديت بيأكسسها عادي مفيش مشكله. لو رجعنا هنا عملنا ريموف للايديت ورجعنا للبيزك يوزر عملنا ريفرش هتلاحظ ان بقى اكسس دينايد. لو رجعناها له مره تانيه وراح مره تانيه كده على البرودكتس
edit هتلاحظ ان هي شغالة معاه من غير ما يحتاج ان هو يعمل log out و log in مرة تانية. طيب خلينا كمان نجرب حاجة تانية، وهي ان احنا نروح مثلا على البيزك رول دي، نشيل منها كل البرميشنز اللي موجودة جواها، بعد كده نروح على manage users وناخد البيزك يوزر ده ونزود له السوبر ادمن رول، ونرجع مرة تانية هنا نعمل ريفرش الابليكيشن. هتلاحظ ان هو مجرد ما رحنا على حتى الهوم بيج ظهرت عنده اللينكات بتاعة المانج يوزرز والمانج رولز، ولو رحنا على برودكتس اديت هتلاحظ ان هو قادر ياكسسها لانه بقى موجود في الرول اللي اسمها سوبر ادمن، والرول اللي اسمها سوبر ادمن عندها الكليم او عندها البرميشن بتاع الاديت اللي موجود جوه البرودكتس. لكن لو رجعت مرة تانية على اليوزرز وعملت ريموف للسوبر ادمن ورجعت هنا مرة تانية عملت ريفرش، هتلاحظ ان هو مرة تانية مش قادر يأكسس الاكشن بتاع الاديت. وبكده نكون خلصنا سلسلة الفيديوهات دي. اتمنى اكون قدرت اوصل المعلومات بشكل بسيط وبشكل مبسط ليكم، واشوفكم ان شاء الله في سلسلة فيديوهات جاية. وشكرا جدا ليكم.